السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في المعجم القانوني العملي للسادة القانونيين. الفصاحة القانونية. رب سائل يسأل: يا دكتور محمد، هل هناك فصاحة قانونية؟ أقول: نعم، وهناك بلاغة قانونية، وهناك لغة قانونية. ولما كل هذا؟ لأن اللغة والقانون علمان اجتماعيان، فاللغة علم اجتماعي والقانون علم اجتماعي. اللغة أداة ووسيلة للتواصل والاتصال والتوصيل، والقانون ما هو إلا خطاب لغوي محكم منظم منضبط يحمل قواعد ملزمة. اللغة هي شكل القانون، هي وعاء القانون، إن شئت فقل هي جسد القانون، والقانون بمثابة الروح فيها. ومن المعلوم بالضرورة أن الروح لا تتجلى إلا في جسد وفي بنية سليمة، فكذلك الروح القانونية، القاعدة القانونية، الحكم القانوني، المقصد التشريعي للقانون لا يتجلى إلا في نص قانوني ذو بنية صحيحة وذو عبارة بليغة وذو لفظة فصيحة. هكذا هي العلاقة بين اللغة والقانون. وإذا كانت اللغة في عمومها ما هي إلا ألفاظ، مفردات، ثم هي تراكيب، ثم هي جمل، ثم هي أساليب، ثم هي فقرات فعبارات فسياقات فنصوص، فكذلك في كل مرحلة يوجب القانون على اللغة هيئة معينة، شكلا معينا، لكي يستطيع أن يخاطب المكلفين به، وتلك هي فنية اللغة القانونية. بمعنى أوضح، القانون يفرض على اللفظة اللغوية فروض لكي تجلي عن معناه، فيجب أن تكون اللفظة لفظة وضيحة صحيحة وضعية. ما معنى وضعية؟ أي تدل على معنى واحد فقط، لا تدل على معان متعددة، مثل لفظة المولى، المولى تدل على السيد وعلى العبد، ولفظة جلل تدل على القليل وعلى الكثير، ولفظة قر، فلا بد من ألفاظ قانونية ذات معنى واحد. انظر إلى قول المشرع: كل محكوم عليه بالإعدام يشنق. الشنق لا يحتمل إلا معنى واحد، الشنق يدل على حبل وعلى لفافة وعلى شيء يعلق فيه المذنب أو هذا المحكوم إلى غير ذلك. وكذلك الإعدام، الإعدام من العدم أي الانتهاء، فهو بالتالي يقتضي ضد الحياة أي الموت. وكذلك يقتضي القانون من التركيب اللغوي شروطا كثيرة، وكذلك من الجملة القانونية، وكذلك من الجملة اللغوية يفرض عليها صلاحيات وضوابط وتنظيمات لكي تطلع وتنهض بتبيان المعنى القانوني اللغوي. فالقانون هو الروح، وما اللغة إلا وسيلة وشكل ووعاء، ولكن لا تتجلى هذه الروح، أحكام القانون، قواعد القانون، مقاصد المشرع القانونية، الضبط القانوني، الإلزام القانوني، العمومية والتجريد القانوني، إلا من خلال جسد صحيح أي بنيان لغوي وضيح صريح فصيح وتراكيب صحيحة لغوية، يستطيع القاضي، يستطيع القانوني أيا كان أن يستخلص منها المعاني والدلالات والأحكام القانونية. دمتم قانونيين متألقين فصحاء نبغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.